خير. النجاح مرتبط بحسن الإدارة والهمة، وكما ترون كيف تم الإعداد والتخطيط والمتابعة والمراقبة، وعندما تم الاتصال بيننا وبين مؤسسة خليفة بن زايد عرضنا عليهم فكرة الكرتون، لأننا كنا متخوفين من الإطعام. الإطعام له مشكلات كثيرة، بعضها صحي وبعضها لوجستي وبعضها تنفيذي، ولكن رأينا الإصرار أن نصنع المشروعين معا، وتوكلنا على الله فاستفدنا خبرة كبيرة دقيقة في كل خطوة من خطوات تنفيذ هذا المشروع الذي أقول عنه إنه مشروع مبارك. نأمل أن وقد أفطرنا فطرنا 35,000 شخص كل يوم على مستوى الجمهورية، أن نقوم بمليونية يوميا في رمضان. شكرا للجنود المجهولين الذين كانوا وراء هذا العمل والنجاح، بإخلاص، بشفافية، بحب، وعلى رأسهم سعادة اللواء عبد العزيز عامر. حملة إطعام مليون صائم اللي تعاونت فيها مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بدولة الإمارات العربية مع مؤسسة مصر الخير في جمهورية مصر العربية. هذا التعاون، وهو التعاون الأول، يبني نموذجا للتعاون بين الدولتين وللتعاون بين الجهات الخيرية فيهما. الحمد لله تم هذا على أحسن ما يكون. هذا الحب والود والاتصال الوثيق بين مصر حكومة وشعبا والإمارات حكومة وشعبا وأيضا جهات عمل الخير بنى هذه القصور التي سننطلق فيها إن شاء الله. نشكر الإمارات ونشكر الشيخ خليفة، سمو الشيخ خليفة وسمو الشيخ محمد وسمو الشيخ منصور رئيس المؤسسة، ونقول لهم جزاكم الله خيرا. وهذا العمل ليس فقط للإطعام المادي، بل هو أيضا عملية اجتماعية لتجميع الناس وقلوبها والانطلاق بها في طريق تنمية الإنسان.